Moodinka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada tan Nairobi ayaa maanta waxay isugu yimaadeen tacsida Allah u naxariistay Sheikh Cusmaan, Sheikh Umar, Sheikh Daawud oo ku magac dheeraa Sheikh Cusmaan Xidig oo ku geeriyooday magaalada Muqdisho. Qaar ka mid ah culimoodinka uu Sheikh Cusmaan Xidig uu soo waxbaray ee ka soo qayb galay isu imaatinkan ayaa ka tacsiyeeyay geeridii ku timid Allah u naxariistay Sheikh Cusmaan Xidig. Halle Sheikh Cusmaan horta Allah u naxariisto ahlkiisi يا غرابتي يا عرورتي يا حرتي يا انتي وحلو ذاكتي او وحبري او حلو ذاكتي او تعسيه هنا ان وحان اوغا هاي حبيب الرحمن نبي وينو يري وقت قد امرك الا قارو المقا يا لقبل وضع معنوه رماهن ان قلبي ولد لقسيبه ايه بقبض العلماء انت مركي الله سميك بعضك وحي سمي سنيان رؤساء جحلاء ومدى عيان تامن حيس سيدي دباء سمي سنيان ولو يدين يا فأفتوا مركز افتون ايان بغير علم فضلوا وأضلوا حديث كبخاري يا وريي ايو وضعي كبحين ومدنا وضعي كبحين ايان ارتوى سنة الهي سبحانه وتعالى وانا وحنا النبي النور عليه الصلاة والسلام xigmadu waxay leedahay caalimku dhimashadiisu waxa weeyaan caalamku dhintay la dhimita ama ayba tahaba saa darteed marka inaan qalbiga ka murugno oo aanan oranin ilaa ma yurdi rabbana waxa ilaahay rido galay wax aan ku dhawaaqin waa shay muhiim ah ikhwata al-aiza wixii culimadu iga horeysay ay yiraahdeen waxaan ahayna anigu ma dhahaayo أولا تعزيز سيد وقتين أنا وقدنا يا نقو مجمع عن دمانتي سكو هذا مدى إنسان وندت كغار اللي يريها نقود بيانو تعزيزة وحنو تعزيين إن أهل كيسي خاص كهاي يا أولاد ديسي يا أغربة ديسي يا تلاميذ ديسي يا علماء الإسلام كأمة الإسلام كدمانتر وحلنا عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وغفر لمجدكم بعد تعزيه هدان تينا كور هننا وحكا لما انت ديه مينا وحن لينا هاي نقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم حبيبك عليه الصلاة والسلام يقول كيس إبراهيم هاي دور انت وحوري إن القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون أنا سيدو كان من توحى لنا إن الغلب يحزن وحقيق والعين تدمع وأركتين هذا علماء أركيسين ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وحان إله رزق لي وحكى له ماين وحكى لنا وإنا على فراقك يا شيخ أنا شي عثمان لمحزونون وحان تعزيها يا سيجارة قوسي أو كبحي شيخ داود علسو أنا تعزيها يا أولادي سلقا بلابو سببتو والد أيو أهاي مربي أيو أهاي وحنونكو أصو وضجرها دانا سيجارة أنا تعزيها شيخ وشيخ يقو أهاي كتب أيان كدقي استشيخة وحنو تعزيها يا نفتي إذا كمد أه حي شيخ وهرفة ليستي كتب أيان كدقيست شيخ وحو هاي حدك لفير صدو إلهي فضل جيس يا من جيس وحاء شيخ وحدك بدن أيو نوغت جاي أو تراث كيس مانتا نور حشي أيقنا وحان قدعيه هنا شيخ شقد ودي جري أي كهرين إلهي إنه كالميو مركا شيخنا كلي دي واحد شيخ ما قرصونه علم جيسان قرصونين كتبته قريبا قرصونين معنا وكشور سيهي واحد الشيخ ومعرتي واحد سوكو بكرمائها ما ملين هيو
نن عالم أه أو سومالي أه أما نن عالم باهين أو طلبة كمدة أو كتاب تيس كتاب كمدة هي ونقولي سؤولين أما كتب تيس ونكوجرين ما ملاين هي كتاب سو قري أو مؤلف أه مركا دسي علماء دو شيغان وقتي سو وها موقوف وحنا كو وقف سنة ولو وكو وقفي علمي برديسة برشديسة إيوه كتابته الله قرأه وأمضى النفع بدن أولى كتب تاس إن لله وإنا إليه راجعون إن لله ما أخذ وله ما أعطى هل كانوا حاموا بتعسيرنا شيقيني جليل كهاي مربي كهاي الشيخ عثمان الشيخ عمر الشيخ داود الشيخ عثمان حدق حويا ودمان ونقول بحق أمضى الصوماليد وكتغي خاصة حاموا بتعسيرنا جماعة الشيخ داود aan guud ahaan umada Soomaaliyeed waxaan leenahay sabar iyo iman aan Allahna gooda siiyo Ilaahay idinka ajir siiyo wixii leedan kul ahaybaad gudateen saad u gudateen Ilaahay idinkaga amaal mariyo dadka loo tacsiyeeyana waxaan baalka idan u marineyna warbaahinta Sheekh Asmaan kaliin idinka ma dhiman ee waxa uu ka dhintay caalamo islaam oo dhan uu ka tagay umara asagu barigan meel ma uu ka tagay ملك وناكسن أو تجايان رجك قبنا عن رجيني إن شاء الله بإذن الله الكريم ملك وناكسن أو تجايان رجيني لكن أنا جا مركتي يثير إذا ونوجا تجايين نهاية سامهاني أسوه ما هو جوجا ملك في عن إنه ديار صدي وهو كجار شرف كاسة كرامة داسنا وددارك ودود وددار الدين تسلم فوقين بيجي وهذا ركتين الملا في فيسبوك يدو وتكاركتين ومدة إلى يسقط مني Allahuna xariistay caalimkii weynaa Sheikh Uthman Xidig ayaa geeridiisa waxa ay taabatay dadka Soomaaliyeed meel walba ay caalamka ka joogan Baay Ahmed Cali Television ka Somali Cable Nairobi Shirkadda Somnet Telecom waxay ku haysaa 4G internet xawaare sare leh iyo xirmooyin qiimo jaban Somnet Telecom waa isgaarsiinta jiilka cusub Shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya Beko waxay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubbaland Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed Beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmada ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airport-ka Aden Cadde dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah